ايه اللي اتقال عن النادي الاهلي النهارده في ترند الاهلي؟ نبتدي بالحساب الرسمي للنادي على فيسبوك واللي بيهنئ من خلاله طبعا لابورتا المدير الفني خوان لابورتا، او عفوا طبعا رئيس البرشلونه الجديد خلفا لبارتوميو، وتهنئه من النادي الاهلي لرئيس برشلونه الجديد، وتحديد تهنئه من رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. خلينا كمان نروح لخبر اخر، وده من حساب يلا كور على انستغرام، وبيقولوا الاهلي هو الفريق الافريقي الوحيد في قائمه اكثر الانديه تحقيقا للدوري المحلي وبالتحديد على مستوى العالم. الاهلي بيجي في المرتبه رقم 8 برصيد 42 لقب لبطوله الدوري المحلي، بيسبقه عدد من الانديه المميزه في الحقيقه، سواء على رينجرز الاسكتلندي، سيلتيك ايضا، ناشونال الاوروغوياني، اولمبياكوس، عدد من الانديه المميزه، لكن بيجي بعديه برضو انديه كبيره جدا زي بنفيكا البرتغالي ويوفنتوس الايطالي وريفر بليت الارجنتيني من امريكا الجنوبيه. ان شاء الله الاهلي يستمر في حصد لقب بطوله الدوري تحديدا يعني. طيب خلينا كمان نروح للحساب الرسمي لدوري ابطال افريقيا واللي اعلنوا من خلاله تواجد محمد هاني وقفشه ضمن تشكيل الجوله الثالثه بعد انتهاء هذه الجوله. هم الاثنين بس اللي موجودين من النادي الاهلي وموجودين من الانديه المصريه، ما فيش حد من نادي الزمالك طبعا نظرا للخساره اللي تعرض ليها نادي الزمالك امام الترجي، لكن في عدد من اللاعبين المميزين في هذه التشكيله ابرزهم طبعا محمد هاني وقفشه. بخلاف تواجدهم كنا نتمنى كمان الاهلي يكون فاز في المباراه، كمان كان ممكن يبقى عندنا عدد اكبر من اللاعبين موجودين في التشكيله المثاليه للجوله. خلينا كمان نروح لليوم السابع، وجزئيه مهمه جدا وبتشغل بال الكثير من الاهلاويه وكلمنا بخصوصها على مدار حلقه اليوم، وموسيمان يعالج ازمه الفرص الضائعه في الاهلي بعد لعنه فيتا. من المؤكد ان مستر بيتسو موسيماني من خلال فقرات التدريب سواء امبارح النهارده بكره خلال المرحله اللي جايه كمان وقبل مباراه فيتا هيحاول يعالج بشكل او باخر جزئيه الفرص الضائعه المبالغ فيها واللي كانت واضحه جدا على مدار الفترات اللي فاتت والمباريات اللي فاتت وبالتحديد مباراه فيتا كلوب الاخيره. شغل مدير فني لازم هيقوم بيه، لكن كمان لازم اللاعبين يكونوا مركزين بشكل مميز جدا في كيفيه استغلال ابرز الفرص اللي تتاح ليهم في المباريات. انت لما تيجي في مباراه فيتا في العوده المفروض اي فرصه تحاول تستغلها، لان يعني انت بتلعب خارج ارضك والفرص ممكن تكون قليله، فمن المنتظر باذن الله ان لاعبي النادي الاهلي بدون اي ضغوط او اي حاجه ان شاء الله يكونوا موفقين في استغلال هذه الفرص، لكن اكيد في شغل من الجهاز الفني بالكامل بخصوص الجزئيه دي. لكن فيما يتعلق بالمصري الرياضي وحسابهم على تويتر وبيتكلموا على ان موسيماني يحسم مصير علي معلول خلال ساعات، اتكلمنا على علي معلول وقلنا فرص مشاركته في مباراه فيتا هي فرص كبيره جدا، لكن صعب قوي ان هو يلحق مباراه الاسماعيلي، حتى لو علي جاهز انه يلعب في مباراه الاسماعيلي اعتقد ان هيكون في حرص من الجهاز الفني على عدم اشراك علي معلول في هذه المباراه لتجهيزه بشكل اكبر وبنسبه اكبر لمباراه فيتا. خلينا ننتظر ونشوف خلال الساعات المقبله. كمان الوطن الرياضي وبيتكلموا على ازمه الجبهه اليسرى، وده من خلال حسابهم على فيسبوك، وبيقولوا ان الازمه دي بتطارد الاهلي قبل مواجهه الاسماعيلي في بطوله الدوري. هي مش ازمه ولا حاجه، خلاص الموضوع بسيط، انت عندك علي معلول غايب وعندك محمود وحيد غايب، مين اللي هيلعب في المكان ده؟ ايمن اشرف، مفيش خيار اخر يعني. فبالتالي ايمن اشرف هيكون موجود، ياسر بقى ابراهيم هيكون موجود جنب بدر بنون، في سعد جاهز، في رامي ربيعه كمان جاهز، مش عايزين ننسى رامي ربيعه من اللاعبين المميزين جدا، في محمود متولي لسه طبعا مش جاهز بنسبه 100%، لكن الاجهز اكيد هو ياسر ابراهيم نظرا لمشاركته في بعض الدقائق خلال المرحله الماضيه. خلينا كمان نروح لتصريحات للمدير الفني لسان داونز واللي بيتكلم فيها، وده من خلال حساب يلا كوره على فيسبوك، بيتكلم فيها على ان موسيماني يقدم اداء جيدا مع الاهلي وسيحقق العديد من الانتصارات اكثر مما سيخسر، وهذا يعني ان الفريق سيظل ناجحا وليس لدي شك انه ان نجاحه سيستمر في مصر. تصريحات مهمه جدا من المدير الفني لصن داونز اللي عاملين بالمناسبه بطوله جيده حتى الان في بطوله دوري ابطال افريقيا، واعتبره من احد ابرز المرشحين للمنافسه على هذا اللقب الهام جدا.